سيطرة أم ساحة لحرب العصابات بين الإرهابيين والأمن؟ لا، هو تحت السيطرة بالتأكيد. تحت السيطرة؟ بالتأكيد، بالتأكيد. ولو عملنا بالنسبة المئوية، وأنا شفت هذه النسبة المئوية عن عدد العمليات وحجمها وخسائرها السنة دي امبارح مثلاً بسنة مضت، هتلاقي إن احنا أفضل كتير بالتأكيد. نسب تتراوح بين 80% و85%. يعني ساحة لحرب العصابات بين الإرهابيين والأمن؟ يعني نقدر نقول كده، لكن لحين، مش لفترة طويلة. أي الدولتين هي أقرب للمواقف المصرية حالياً؟ ألمانيا أو بريطانيا؟ لا، بريطانيا. بريطانيا؟ أقرب؟ رغم زيارة الرئيس لألمانيا أخيراً؟ ليه؟ إيه المشكلة مع؟ يعني أنا لي، رغم أنه رئيس سيسي لم يزور بريطانيا على ما أظن. لا لسه. طيب، وكيف بتكون؟ لا، أنا بص، أنا هقول لك. يعني أنا لي علاقات ببريطانيا. أنا رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال المصرية البريطانية. نعم. اللي هي البيبة. وبالتالي بشوف مسؤولين بريطانيين كتير، وبسافر بريطانيا بقابل ناس مسؤولين كتير، باخد وفود مصرية ونروح هناك. ولما جاء وفد بريطاني 51 شركة، رحنا قابلنا الرئيس في الاتحادية وشفناهم. كان معنا وزير بريطاني، وزير الدولة شؤون خارجية. من كل اللي بشوفه، لا، البريطانيين أقرب وأسهل. شهادة للتاريخ تقولها في حق المجلس العسكري، هل المجلس العسكري قام بتسليم البلاد للأخوان أم نجح أمنياً وفشل سياسياً؟ من غير ما أسمع الإجابة الثانية، الإجابة الأولى أبعد ما تكون عن روح العسكرية وعن العسكرية المصرية. مفيش حاجة اسمها تسلم أبداً. العسكريين المصريين ما عملوش كده. العسكريين المصريين عندهم، لما كانوا أمام خيار يا يسلموا الأخوان يا يخسروا البلد، يعني يخسروا الحجر والبشر، يعني ليه ما كانش في خسارة الحجر والبشر؟ يعني لما كان بيقال إنه كان في تهديد إذا الأخوان ما وصلوش للحكم. ما سلموش الأخوان. إيه الدليل أنهم سلموا الأخوان؟ طب ليست هناك مقولة، أنا سمعت الكلام، شبه مؤكدة، سمعت الكلام ده، إنه الفريق شفيق هو من كان فائز؟ يعني أنا شخصياً سألت ناس من اللجنة العليا للانتخابات. نعم. الرئاسية، ونفولي هذا الكلام تماما. نفولي ان كان هناك تزويرا على الاقل في داخل، مش هيقولوا لك انه في تزوير، يعني ولا ان في حصل تسريب للنتائج. ده اللي اتقال لي، ومن اثنين كبار جدا في هذه اللجنه مسؤولين قالوا لي ان لم يحدث. ان احنا خرجنا كلمه واحده قبل ما نطلع على الميكروفون قدام الناس في المؤتمر الصحفي ونعلن النتيجه، لم يحدث. إن خرج كلمة واحدة بأي فائز من الاثنين قبل المؤتمر. طيب، وما قيل عن اتصال بالفريق شفيق وأبلغوا أنه هو الفائز؟ أنا سمعت الكلام والحرس الجمهوري يتحرك وبتاع. حرس الجمهوري يتحرك على البيتين حسب على حد علمي المؤكد. والسفيرة الأمريكية اللي زارته في بيته وقالت له البلد لا يحتمل. برضو ده كلام إحنا سمعناه، لكن هل هو حاصل ولا لا ما نعرفوش يعني. لكن في النهاية بالتأكيد يعني أنه على حد علمي لم يتم تسريب أي نتائج للانتخابات الرئاسية المصرية قبل المؤتمر الصحفي. طب، نجح أمنياً وفشل سياسياً المجلس العسكري؟ لا لا لا، نجح أمنياً ونجح سياسياً كمان؟ طبعاً طبعاً. لما يعمل لك انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية ويفي بوعوده ويفتح الأحزاب، يعني فتح باب الأحزاب بالإخطار، ده مش سياسة ولا إيه؟ أي الجبهتين أخطر على مصر؟ الشرقية؟